هل من تفاصيل أوفى حول كواليس هذه الخطوة والمناورة اليائسة؟ وهل تؤثر في شيء على موقف البيت الأبيض وساكنه الجديد، علما أن القرار الذي تم اتخاذه هو قرار اتخذته الإدارة الأمريكية بعد طول تفكير وتمحيص أكيد، وبعد سنوات من العمل الدبلوماسي الدؤوب المغربي الدؤوب والمثمر؟ سيد الوفي. نعم إيمان، أنا أضم صوتي إلى كلام الدكتور تاج الدين، وأتمنى لو كان لنا أمثاله ممن يتقنون دواليس ودهاليز تاريخ القضية هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن وباللغة الإنجليزية، كان سيكون مفيدا لتحسيس الكونغرس الأمريكي وتقديم صورة موضوعية وحقيقية لماهية الأشياء تاريخيا. الحقيقة أن وللإطراء كذلك على هذه النقطة، أن زعيم أو رئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم إنهوف، بالإضافة إلى سيناتور ليهي، الاثنان معا قام بصياغة هذه الرسالة. ولكن إذا لاحظت إيمان أنه خلال فترة الانتخابات الأمريكية، أنا أتحدث قبل أسابيع من الآن، قبل الآن، ومباشرة بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإصداره للوثيقة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، قام جيم إنهوف واستغل ظرفية السكون والهدوء الذي كان يعرفه الكونغرس، وقام بطلب الكلمة، وأنذاك كان الكونغرس لازال بأغلبية جمهورية، وسرد نفس المغالطات التي توجد اليوم في هذه الرسالة. 1966 أنا عندي كلام إنهوف موثق صوتا وصورة، يقول بأن كان هناك قرار للأمم المتحدة سنة 1966 وهذا أمر عار عن الصحة، كانت هناك مطالب مغربية منذ الخمسينيات، والمغرب حرك آليات المطالبة بالصحراء حتى قبل استرجاع سيدي إفني، وبالتالي القول أن هناك من زايد على المغرب وطالب بتقرير المصير سنة 1966 كانت مغالطة كبيرة. الكلام عن استعمار مغربي قالها بالحرف أمام شيوخ وسيناتورات الشعب الأمريكي. بمعنى آخر، إذا قرنت هذا الخطاب الذي نتوفر عليه مسجل بالرسالة، هي نفس المضامين، أفهم منك أنها نفس المضامين، يعني يعاد إلقاؤها في مناسبات مختلفة، نفس ربما المغالطات التاريخية يتم في كل مرة محاولة الترويج لها في مناورة يائسة. نعم إيمان. ثم من يتحرك في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل اليوم وخلال هذه الأيام، ومن سيتحرك كذلك خلال الأيام المقبلة؟ نتحدث عن جون بولتون. هذه صورة لجون بولتون مع ممثل البوليساريو في العاصمة الأمريكية واشنطن. ما الذي جمع الخيار بالفقوس؟ هذه صورة حديثة سيد الوافي؟ طبعا هناك صور حديثة وهناك صور أكثر منها. أدهى من ذلك، هذه صورة أخرى لجيم إنهوف الذي هو الذي قاد هذه العملية داخل مخيمات البوليساريو مع الرئيس غالي أو مع زعيم البوليساريو غالي. بعبارة أخرى، أن كيف يكون شيخ سيناتور يمثل الشعب الأمريكي ويقيس السياسة الخارجية الأمريكية ويطالب بين قوسين بما طلب به عدالة ومن الشعارات التي رفعها، واتهام المغرب بالتجني واتهام المغرب بالتهرب، وهو في نفس الوقت لم يقم بزيارة للمغرب، بل على العكس من ذلك قام بزيارة الطرف الآخر. ثم العلاقات التي يحركها رئيس الجمعية الأمريكية لحملة الأسلحة أو ما يسمى بحملة البنادق رايفل أسوسيشن، والذي تلقى خلال آخر إقرار ضريبي له 180 ألف دولار فقط، هذا الرقم المصرح به في إقرار الضرائب، من قبل
الشركة التي هي مشرفة على اللوبي الجزائري في العاصمة الأمريكية واشنطن. ثم مباشرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن سيادة المغرب حول الصحراء، تم التعاقد مع نفس الشركة بما يقدر 30,000 دولار لكل شخص شهريا، والأرقام غير صحيحة بل هي أكثر بكثير من ذلك. سيد الوافي، والأمور مفضوحة بهذا الشكل، يعني سردتم ربما أظهرتم لنا الصور، أيضا تحدثتم عن أرقام، تحدثتم عن علاقات تطرح بشأنها الكثير من علامات الاستفهام، إن لم نقل يعني مشبوهة يقينا. هل يؤثر هذا التحرك، هل تؤثر هذه المناورة اليائسة في شيء على الموقف الأمريكي المحسوم اليوم من قضية الصحراء المغربية ومن سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية؟ إيمان، لنفترض أن هذه هي الرسالة التي وجهها إنهوب و27 شخصا سيناتورا للرئيس الأمريكي. يمكن أن تكون هذه الرسالة أحسن ما يمكن أن تستعمل له هذه الرسالة هي هذا، أن تلقى، لأنها مجرد طلب مثل الطلب الذي يتقدم به أي سيناتور، أي عضو في مجلس النواب إلى الرئيس، ترجي أو طلب أو اقتراح أو، لكن في مقابل 27 كم هم الذين لم يستطع إنهوف أن يضمهم لصوته؟ 73. مجلس الشيوخ يتكون من 100 عضو، هو جاء ب 27. طب ما دام لديك هذه القدرة وما دمت تتوفر على هذه الأدلة وتتوفر على أن البوليساريو هو أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة وأن البوليساريو تملك هذه القوة الاستراتيجية في المنطقة وقادرة أن تحرك أساطيلها نحو الولايات المتحدة وأنها تشكل قضية حيوية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، لماذا لم تأتي ب70؟ سيناتور أمريكي ينضم إليك في أسيلي، مش 70، 51 أغلبية.